الشاشة. الآن عندنا ما شاء الله كتاب كويتيين يولنا برائعة، أشوف أنا أسطورة، رواية رائعة جدا، من أقصى الشرق أتيتي. هذه الرواية مختلفة تماما، صداها يالنا من كوريا، بالعكس من كوريا إلى الكويت. عشان نبدي معاهم ونعرفهم لازم نعرف بطريقتهم الخاصة بهذه الرواية وترحيبهم فينا. خلينا نشوف. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وتحياتي إلى الشعب الكوري وهذا الفن الراقي. أنا أول مرة أستمع إلى هذا النوع من الفن، ولكن ما شاء الله أغنية رائعة جدا، وهي من نسيج هذه القصة، وراح تعرفون شنو سالفة هالأغنية أيضا بالرواية اللي موجودة عندنا. ولكن في البداية أرحب على الكتاب الكويتيين المميزين اللي موجودين معانا، اللي ما شاء الله عندهم فكر راقي ومميز. فواز البحر، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا والله. وقيس بوقماز، مساك الله بالخير وحياك الله. مساك الله بالنور والكرامة أستاذنا. حياكم الله، وفي البداية أبارك لكم هذا المولود الجديد من أقصى الشرق أتيتي، أدب الرحلات. يعني فواز أول شيء مبروك، وخلينا نتكلم على هذا النوع من الروايات وهذا النوع من الأدب. هذا النوع من الأدب موجود حتى من فجر التاريخ، يعني نعم. بلش حتى ابن بطوطة لما كان يطرحها لي يذكر لك إياها. بس الأدب الحين صار رحلات، صار على شكل خيال. نعم. يعني كنت كنت في البلد نفسها وتوجد أبطال، توجد شخصيات. نعم. وتعيش لحظتها وترجع. نعم. أنا رحت كوريا وانبهرت، انبهرت من أول ما طلعت من المطار للفندق. أنا ما شفت كوريا، انبهرت فيها. نعم. فقلت لآخر سفرتي، طبعا معي زوجتي أم بحر، أرحب فيها بالبرنامج هذا. نعم. فقلت هذه لازم ما تنتهي يم مقالة، كتبت مقالة، أنا أكتب مقال من زمان. نعم. وكتبت بداية الرواية. نعم. تخيلت الأبطال نواف مساعد وإيتشا وروز هناك. نعم. كتبتها، إرادة الكويت هم كتبت منها جزء.
طبعا يهني اخوي قيس بو قماز. يعني هو شيء انا اللي لفت نظري ان البطل في هذه الروايه اسمه نواف، يعني جت بالصدفه ما ادري. بس قيس الان عاده الروايه تكتب من شخص واحد، لكن الان يعني شلون قدرتوا تمزجون بين فكر فواز وفكر قيس والروايه؟ ويقول بدا فيها يعني الان ما هي فكره جديده بينكم الان، هي كانت مكتوب مسوده منها وكملت الموضوع قيس واشتغلتوا على هذا الموضوع. كلمنا عن هذا التواصل بينكم والانسجام. للأمانة أستاذ نواف، وبالبداية أحب أني أرحب بالمشاهدين الكرام، وأرحب بكل من يتابعنا اليوم في برنامجك المميز والرائع وطلتك الأكثر من جميلة. حياك الله يا نجم في قمر الوطن العربي. حياك الله. بالنسبة للعمل، فواز أخو دنيا ما هو رفيج، وله صديق وشخص عرفته عبر الأيام وهو أخوي. التواصل الفكري بيننا كان موجود من سنين، يعني لا هو وليد اللحظة ولا هو وليد اليوم. والأمانة كان في عندنا محاولات، وكان في أكثر من مشروع وأكثر من بروجكت، لكن لصغر السن ولعدم تراكم خبرات الحياة ما أخذت حقها في ذيك الفترة. لما ياني في مسودة من أقصى الشرق أتيتي، للأمانة كانت الشخوص جلية والبروجكت كان جدا واضح في معالمه. لاحظت مو بس من خلال الورق، لاحظت حتى بعيون فواز لما يتكلم كان في داخله شغف عن كوريا، كان في داخله كلام بخاطره وده انه يطلع. تعرف على تجارب جديده، تعرف على مجتمع جديد، تعرف على فكر انساني جديد، كان لابد ان هذه التجربه توثق. ولكن نفس ما حضرتك عارف، أدب الرحلات بحد ذاته قائم. هو عادة أدب غير جاذب للقارئ، وخاصة أن في العمل هذا حبينا نستهدف فئة عمرية ما بين 15 إلى 25 سنة. لأن بكل أسف وكما هو واقع معظم الوطن العربي، الفئة العمرية هذه ابتعدت عن الكتاب وابتعدت عن القراءة، فكيف أنقل لهم التجربة هذه؟ كيف أنقل لهم الحدوتة هذه؟ كيف أنقل لهم الرحلة هذه إلا عن طريق تمازج ما بين أدب الرحلات وما بين خط رومانسي عميق في عدة شخص في تفاعلات. يعني وشيء مميز إنه مكتوبة بلغة العصر، يعني وشيء يجذب الشباب. بس أنا ودي أسألك، يعني احنا تجربنا الحين شو اللي وداك مع بحر كوريا؟ يعني جت يعني شلون جت كوريا؟ عادة الناس يعني إذا بياخذ زوجته ماليزيا، تايلاند، يعني على حسب الجو. شوف في شيء عن أم بحر. شو مودي كوريا؟ أم بحر ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني هي معي صديق، ما شاء الله صديق، يعني أكثر من هي زوجة. فكان مفروض أن نحن نروح الصين، كنا قاعدين نتمشى بالمارينا الصبح. تقول لي الصين انسى. قلت لها ليش؟ تقول لي فوز أنا ما أحب الصين. قلت لها خلاص روح يا ماليزيا تايلاند، آسيا، أنا أحب آسيا. تقول لي خلاص. وأنا مشيت كان إعلان، هل ذهبت إلى كوريا؟ السياحة إلى كوريا؟ ما أدري شنو إلى كوريا. فقلت لها ها الله ورانا، يلا هاي كوريا. كوريا. نروح كوريا. رحنا كوريا. رحنا هذا قلعة سفريات، والحمد لله أن أنا وياها نتابع مسلسلات الكورية. فيعني يعني فيها حالة جذب. عايشين. عشنا الجو. فدخلنا رحنا إلى كوريا. وعكس المرة أنا معي كل شيء، العكس أن كل رحلاتنا كل شيء مخطط أنا وياها فيها. نعم. في شغلة بس عن نواف البطل. نعم. أنا لما كنت هناك طبعا في ناس وايد يعني كانت تنتقدني أني أنا أحب آسيا بشكل مجنون. نعم. وأول الأشخاص هو الأقرب لي، يعني هو طبعا قيس أخوي، هذا ما في غشمرة، يعني هذا قيس أعرفه من ثاني متوسط، يعني مو يوم يومين. أنا الحين عمري 34 سنة، يعني من ثاني متوسط، يعني كم سنة يعني. ف ود عمي قاعد يضحك علي، أنت ذبحتنا بالآسيويين. نعم. وانا ما يحب يسافر هنا، ما لا اي شيء من اسيا، يقول اخذ منها المنتجات بس. فمكان هناك تذكرته انه رفضه لاسيا، فطلعت بدايه الشراره الاولى. انا اعترف صراحه انها قيس يدري ان كانت بدايه الشراره الاولى خالد بن عمي. ان شاء الله عقب ما يقرا الروايه قراها راح يغير. لا قراها وغير، غير فكره، غير فكره قراها وغير. ويعني ما تتخيل انه ايش يقول لي، يقول لي انا الحين غير ثروه وجهه نظري بسبتك انت يعني.